شكرا جزيلا. بس خليني أكمل قبل ما نختم، يعني أرجو القوات المسلحة كل الطرق، الأراضي اللي وقعت على الطرق اللي احنا تم إنجازها من فضلكم، دي تحت سيطرة وإشراف ومسؤولية القوات المسلحة. عندما تحتاجها الوزارات أو الأجهزة الدولة يبقى في أرض ما تمش التعدي عليها كامل. لأن أنا فوجئت بالتقرير اللي بيجيلي إن مجرد ما بيتعمل طريق بلاقي إن في ناس مننا، مش مننا إحنا يعني، بتروح رايحة تتعدى على الأراضي على أجنب هذه الطرق. هذا الموضوع يا كامل، هذا الموضوع لا يمكن أبدا نسمح به. كل الطرق اللي تم افتتاحها وحتى الطرق اللي قبل كده، الأراضي إن كان لها تخصيص من الدولة لمواطنين أهلا وسهلا، ما لهاش تخصيص، هي مسؤولية القوات المسلحة وفي عهدتها، لا تنقص منها متر واحد ولا يتم التعدي عليها. إذا كنا بنتكلم على دولة قانون، دولة قانون، مفيش مخلوق يمد إيده على حاجة بدون وجه حق، مفيش مخلوق يا كامل. الكلام ده كلام خطير جدا، الكلام ده خطير جدا، إن إحنا نعمل نفتح محور، إحنا بنعمله عشان نعمل تنمية صحيح، بس إحنا كمان كدولة محتاجين نعمل تخطيط سريع عشان نطرح الأراضي دي للمستفيدين، بدل ما الناس تتعدى عليها ونعمل إجراءات ملهاش لازمة. لكن مسؤولية الأراضي بالكامل اللي تم افتتاحها أو اللي افتتحت قبل كده هي مسؤولية القوات المسلحة في التحفظ عليه. واخد تمام خلال شهر بأن جميع التعديات اللي حصلت خلال الفترة اللي فاتت على أراضي الدولة تم إياها كامل إزالتها لو سمحتوا. وبقول تاني، إذا كنا بنتكلم على دولة قانون، دولة القانون ده معناها إيه؟ إن إحنا كلنا، مفيش حد أبدا، مفيش حد من أول رئيس الجمهورية وإحنا بنتكلم، محدش أبدا يعني فوق سلطة القانون. الأرض دي أرض دولة، محدش يقرب لها خالص، ولكن إحنا كمان كدولة نعمل تخطيط يسمح لأن إحنا نطرح الأراضي دي للمواطنين. ده الموضوع الأولاني، وأرجو أن ده خلال شهر أخد تمام بأن كل الأراضي، حتى في الأراضي في المناطق اللي إحنا المليون ونص فدان، أنا بسمع بس المصريين، تتصوروا أن أنا يجيلي تمام بأن إحنا تم التعدي على 300 ألف فدان من المليون ونص فدان؟ تم التعدي على كم؟ 300 ألف فدان. طب ليه؟ ما احنا هنطرح الأراضي ديت للناس، والناس هتبقى ليها وضع مستقر من غير بيروقراطية، وبنسمح للجميع، بنتيح الفرصة للجميع. أرجو التعدي على الأراضي في المشروعات، سواء كانت أراضي زراعية أو أراضي حوالين الطرق، هذا الموضوع لا يليق بمصر دلوقتي. احنا ما ينفعش ان احنا نعمل كده، ده احنا بنحاول نظبط الاوضاع للاراضي اللي كان تم وضع اليد عليها خلال السنين اللي فاتت. انا مش هنسمح بصراحة، مش هنسمح ان يبقى في اراضي اخرى يتم وضع اليد عليها ويبقى لا. ارجو ان ده كحكومة ودولة نصر عليه، واحنا كمواطنين الاراضي دي ليه كنتوا؟ الأراضي اللي احنا بنتكلم عليها دي هنتيحها للناس. وعشان كده برضو شركة الريف المصري وحتى مدينة الأساس في دمياط ومدينة الجلود في الروبيكي، من فضلكم إذا كنتم خلصتوا الإجراءات اطرحوا على الناس الأرض، عشان احنا بنقول الكلام ونسيب الناس بعد كده تتمنى، وبعدين شهر واثنين وثلاثة فالناس بتتصرف. لا عايزين نقول دولة قانون، ثم احنا كدولة كمان نتيح الارض للناس عشان تستفيد منها. بقول تم التعدي على 300 الف فدان من الاراضي المخصصة لواحد نص مليون، ازاي يعني؟
المسؤولية دي مسؤولية القوات المسلحة ووزارة الداخلية. المسؤولية بتاعت التحافظ على الأراضي مسؤولية القوات المسلحة ووزارة الداخلية. في حاجة كامل عايز أسألك عليها، أنت ليه خليت الموكيت تبقى أزرق؟ ما عملتش أحمر ليه؟ خليته ازرق ليه كده؟ على فكره يا فندم ده الموكيت اللي كان مفروش في الفرافره، واحنا فعلا شلناه من الفرافره وكل الكلام ده بنشيله ونعيد تدويره تاني، ما بنستخدمش حاجه مره واحده. انا بس بقول لك يعني عشان تبقى لفته جميله بينكم، انا بشكركم كلكم، بشكر السيد رئيس مجلس الوزراء، وانا شايف ان مفيش ولا يافطه يا كامل تحط على اسم المهندس شريف. ولا يفطر صدق ان شاء الله يا فندم. لا 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 ما ينفعش كده، ما يصحش. المهم على كل حال انا بشكر المهندس شريف على والحكومه على كل اللي بيتعمل، وبشكر القوات المسلحه فريق صدقي وفريق محمود واللواء كامل الوزير على كل اللي هم على كل اللي بيتعمل ان شاء الله. وبقول للمصريين اللي هم سامعيننا دلوقتي ما تخافوش، واطمئنوا جدا 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 على مستقبل بلدكم ومستقبلكم. المهم ان انتم كلكم، وانا بقول الكلام ده لكل مصر، مصر دي بتاعتنا كلنا مش بتاعت حد لوحده، ومصر تسعنا كلنا. وارجو مره ثانيه واختم بيها كلامي، ما يبقاش فيه ابدا اختلاف ابدا ابدا بين عناصر وأطياف المجتمع المصري، مؤسسات الدولة وأجهزة الدولة كل. أنا بتكلم مش عايز أجيب حد بذاته يعني، إحنا مش محتاجين نختلف أبدا، مش محتاجين نختلف أبدا، كلنا واحد وهدفنا المصلحة، مصلحة مصر واستقرارها وأمانها ومستقبلها. فأرجو إن كلمتي تصل للجميع، أجهزة الدولة، المؤسسات، الإعلام، إحنا كلنا هدفنا مصر بلدنا، هدفنا مصر بلدنا، ونتجاوز أي حاجة ممكن نختلف عليه. خلونا نتكلم على دولة بجد، دولة مؤسسات، دولة قانون تبقى ماشية علينا كلنا، ومحدش فينا هيبقى فوق القانون. بقول يعني من أول مؤسسة الرئاسة فما دون، ما فيش حد وغير مقبول وغير لايق ان احنا نقول ان في حد هيبقى فوق المسألة، ما ينفعش، ما ينفعش ان احنا نبقى كده. انا هقول لكم على يعني حاجة صغيرة كده، من كم شهر اتصلوا بي ان في تجاوز في مؤسسة الرئاسة. في تجاوز، فبيقولوا لي في كذا كذا، فقلت لهم طيب ها هتعملوا ايه؟ انا عارف والله انا هعمل ايه، بس بسالهم. فقالوا فندم يعني نلم الدور عشان بس يعني، قلت لهم بس ايه؟ والله يتحكموا، والله ايه يا فندم؟ يتحكموا. الله، هو يعني هو مفيش حد ما بيغلطش ولا ايه؟ اللي يغلط يتحاسب. فبالبساطه وده موضوع ما لا يقدح، انا قلت مؤسسه الرئاسه مش حد تاني، لا يقدح في مؤسسه الرئاسه، انا بحلف لكم بالله. قلت لهم الكلام ده لا يمكن يحصل، اللي يغلط نحاسبه، وده ما ياثرش ابدا في حد ولا في جهه ولا في وزاره ولا في اي حته تاني. انا قلت المثال ده، وبرضه بحب اكرر يا جماعه من فضلكم، مفيش مجال للمحسوبية وللمجاملة دلوقتي، مفيش مجال. أنا طلعت 3 توجيه قبل كده، وامبارح طلعت توجيه رابع، بأن مفيش حاجة اسمها معرفة الرئيس. رئيس ايه؟ مفيش حاجة. أنا ما بحبش كده، الناس اللي خدمت معايا في الجيش تعرف إن أنا موتي وسمي المحسوبية، موتي وسمي المحسوبية، إن حد ياخد حاجة أكتر من حقه، حقك تاخده على دماغنا من غير ما تبقى ليك حاجة، من غير ما يبقى ليك حد يقف جنبك،
فلو سمحتم السادة المسؤولين و طب حتى بقى كلمني يبقى كلمني يقول لي يا فندم في الموضوع الفلاني حد كلمني كذا 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 عشان حتى تبقى يعني ما ارفعش عيني فيك بقى اقول لك الصح والغلط. ما فيش حاجه اسمها مجامله المخلوق وانا بقولها وبكررها تاني وده رابع توجيه انا قلته قبل كده ورق والمره دي بقوله مفتوح. ما فيش مجال للكلام ده. البلد دي بلدنا كلنا وكلنا ناخد فيها بما يرضي الله وبالقانون وبس. شكرا جزيلا. متشكرين وشكرا يا كامل. شكرا شكرا جزيلا متشكرين كتر خيركم. يتفضل السيد رئيس الجمهورية بتسليم عقود